ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم السبت 8 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. الصداقة والعيلة هم عنوانك النهاردة. انت شخص اجتماعي جدا، ممكن تكون اهملت واحد او اتنين من معارفك بشكل مؤخر. عليك انك تصلح العلاقات دي مرة تانية وتعاود التواصل. هترتفع فرص حل نزاعك ما بين الأسرة وأصدقائك للأبد. هتمر بساعات مش هتعرف تنساها من التناغم ومن التضامن، وده هيلطف كل الأوقات الصعبة. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. الحياة اليومية بسيطة جدا، كل حاجة سهلة في الوقت الحالي، وانت بتستمتع جدا بالأمور اللي انت بتقوم بيها، واللي هتسيب وراءك آثار كتيرة جدا من الجاذبية الإيجابية. ما تتعجبش لما بيبقى بتقرب منك شخص من الأشخاص اللي حواليك وبيوحوا ليك بأفكارهم. ما تكونش مغرور كتير وتشترك في مشروعات مختلفة كتير، لأنها ممكن تبقى بتقدم ليك الإلهام في كل اللي بيخص الخطط الحالية. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. أيام كتيرة تعتبر سعيدة في حياتك. انت هتتعرض في الشغل لسيل كبير من التحديات والخطط اللي بتعتبر جديدة. حتى لو أبديت شوية اهتمام بالتحديات والخطط دي، هتكون النهاردة أصدقاء جدد هيلجأوا ليك الناس في حياتك الخاصة، وهتبتدي تظهر علاقات كتيرة جديدة وممتعة، خاصة لو أبديت ردة فعل إيجابية. من الضروري إنك تخلي حالة النشوة الحالية على سجيتها وتحتفل في اليوم ده. حتى لو حبيت إنك ترقص، هتعود عليك الحركة النهاردة بالفايدة، وهتخلصك من كل الطاقة المكبوتة.